وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هذا عطف على النعم المتعددة المتكررة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. وإذ فرقنا بكم البحر ونجيناكم وعفونا عنكم ثم بعثناكم من بعد موتكم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، نزلنا عليهم الغمامة. أعطاهم الله عز وجل نعم كثيرة متعددة متوالية في هذه الآية، في هذه الآيات من سورة البقرة، وعطف عليها قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فهو خطاب مجابهة ومواجهة مع موسى. الله عز وجل ذكره بصيغة الخطاب لا بصيغة الغيبة لإخبار عنه عن صيغة الغيبة، بل خاطب موسى مواجهة بحيث يكون حكاية خطابهم تكون حكاية خطابهم أبلغ وأوقع، بحيث لا يكون هناك مناص من التنصل. لأنك عندما الإنسان يعمل شيء يلام عليه وتريد أن تضمنه ضمن الناس آخرين ولا تريد أن تواجهه، تقول قالوا كذا وقيل كذا وأولئك، وتعني أنه داخل في هؤلاء الناس، لكن هذا فيه شيء من المداراة وفيه شيء من عدم المواجهة. لكن هنا الخطاب تقول له قلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، حيث تقيم عليه الحجة وتدينه. هذا هو من أسباب أن هذا الخطاب أتى خطاب الله عز وجل حكاه بهذه الصورة، صورة المواجهة لموسى عليه السلام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هل هذه الآية تحكي مزيدا من النعم معطوفة على النعم السابقة، وإلا هذه الآية ليس فيها حكاية عن نعم وإنما هي عقاب لبني إسرائيل؟ يتبين هذا من سؤالهم ومن فحوى كلامهم. قلتم يا موسى لم نصبر، لم معروف أنها حرف تفيد النفي والتأكيد والنصب للفعل، وهي يعني تفيد تسلط النفي على الأزمنة التي من حين التكلم فما فوق، من الآن لن نصبر، كأنهم يقولون نحن صبرنا كثيرا وضاق ضقنا درعا بما نحن فيه من هذا الذي أنزل علينا من المن والسلوى وإلزامنا بطعام واحد نأكله طول الأيام، هذا لا سوف لن نقبله، هكذا يقولون سوف لن نقبله في المستقبل ولن نتساهل فيه ولن نرضى به، لأن أخبروا عنه بصيغة لن التي تفيد النفي نفي المستقبل، وعبروا عنه بلفظ الصبر، نفوا صبرهم. الصبر عادة ما معنى الصبر؟ الصبر معناه حمل النفس على الأمر المكروه، كأنهم يقولون نحن يعني مللنا وسئمنا وضجرنا وصبرنا كثيرا، ولكن الآن فصاعدا لم نصبر. هم في الواقع يبدلون نعمة الله كفرا. الله عز وجل أعطاهم المن والسلوى، معنى
طعام لا يحتاج منهم إلى جهد وإلى تكلفة وإلى حرث ولا إلى زرع ولا إلى نصب ولا الاعتناء ولا أخرج من الصباح وأعمل تنقية وأعمل سقي وأعمل كذا، كل هذا يحتاجون إليه. ينامون إلى متى ما يشاءون ثم يخرجون فيجدون الطعام اللحم والطعام اللذيذ يصلهم إلى، فلكنهم يعني هذه النعم كلها عبروا عنها بأن هذا أمر ممل وأنهم لن يقبلوه ولن يتساهلوا فيه في المستقبل ولن يستطيعوا أن يتحملوه أكثر مما تحملوه، كأنه هو نقمة. هذا هو معنى كلامه، لن نصبر على طعام واحد. وطعام، كلمة طعام معروف، يعني كلمة طعام من طعم أي طعام، تشمل الأصل فيها ما يؤكل، ولكن كلمة الطعام في اللغة تطلق على ما يؤكل وتطلق أيضا على ما يشرب، على الشراب أيضا يطلق عليه أنه الطعام. ولذلك ورد في عدد من الآيات يعني في لم يعني في الشراب من النار، ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني لم يطعم لم يتذوق لم يأخذ الماء، كان الكلام على الماء، ومن لم يطعمه فإنه مني. وكذلك كلمة ولفظ الطعام هي تطلق على، وإن كانت تطلق على كل ما يؤكل، تطلق أيضا منها اشتقاق الطعم اللي هو التذوق، إنسان يتذوق الشيء، ومنه أيضا لم يطعمه لم يتذوق الماء. وتطلق كلمة الطعام أيضا على البر، يسمى البر ويسمى القمح ويسمى الحنطة ويسمى الطعام، أربعة أسماء هي لمسمى واحد. البر يعني هذه ألفاظ شرعية يستفاد منها عندما تقرأ في كتاب من كتب الفقه فيما تجب فيه الزكاة وفيما يجب أو ما يقع فيه الربا مثلا، أحيانا يعبرون بالحنطة وأحيانا يعبرون بالبر وأحيانا يعبرون بالقمح وأحيانا يعبرون بالطعام. واستعمال كلمة الطعام للبر وللقمح هو استعمال قديم، استعمال أهل المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استعمال بلادنا في عرفنا، والحمد لله وافق يعني عرف أهل المدينة عن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في بلادنا إلى حد قريب جدا كان الإنسان يقول نريد أن نشتري الطعام، فلا يقصد بذلك إلا القمح، لا ليس، وإن كان في الأصل أن كل ما يأكل هو طعام، لكن تعارف الناس في بلادنا عندما يقول نريد أن أشتري الطعام هو مقابل للشعير، يعني يشتري شعيرا ويشتري طعاما، فهذا من العرف الحسن الذي وافق فيه عرف بلادنا عرف أهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة. فقد ورد في حديث عبد الله بن عمر في صدقة الفطر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، جعل الطعام مقابل الشعير، يعني طعام معناها البر معناها القمح معناها الحنطة. فقول الله تعالى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على الطعام الذي يطعم أيا كان، هذا هو الغرض المراد به بصفة عامة، أو ما يشرب أو ما يتذوق أو كله يسمى طعاما. وورد في قول الله تعالى في ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني هنا ما المراد بطعموا؟ أيضا المراد به الشراب إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يشربون الخمر قبل أن يكتمل تحريمها، وخاف أصحابهم أن يكونوا قد ماتوا وفي بطونهم الخمر، فيعني يواجهون عذاب الله، خافوا عليهم، خافوا على ناسهم وأحبابهم من المهاجرين والأنصار، لأنه كما نعلم
الخمر أخذت مراحل طويلة جدا في تحريمها، بدأت مقدمات تحريمها من العصر المكي، من حين أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينزل عليه الوحي، من حين أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ينزل عليه الوحي في مكة، يعني صارت مقدمات لها في سورة الأعراف، في قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيه إيماء إلى أن الخمر وما شكله وكل ما هو من الخبائث هو حرام، لكنه ليس نصا، ولذلك الناس لم ينتهوا على الخمر. ثم بعد ذلك نزلت آية أخرى مكية أيضا: ومن ثمرات النخيل والأعلام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فجعل ثمرات النخيل والأعناب التي يتخذ منها الناس السكر، يعني يخمرونها ويجعلونها نبيذا يتخمر ويشربونه سكرا يسكرهم، جعله القرآن مقابلا نقيضا للشيء الآخر اللي هو الرزق الحسن. فكأن الخمر أو المسكر ليس رزقا حسنا، هذا أيضا في إيماء إلى أن الخمر يعني ليست هي من الطيبات، ولا ينبغي الإنسان أن يقبل عليها. وذلك كل ما تنزل آية من هذه الآيات، عمر رضي الله تعالى عنه يقول، يدعو الله عز وجل يسأله أن يبين، يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني قد يشفي هذا الجواب عقول السادة والكبراء وكبار الصحابة ومن يتورعون ومن لهم قدرة على الاستنباط والاستفادة من النصوص التي ليست فيها صريحة، لكن عامة الناس وعامة الأعراب وعامة المسلمين يريد عمر، يطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم وينزل لهم في الخمر ويبين لهم بيانا شافيا، بحيث لا يكون هناك بعد ذلك جدال ولا خصام ولا أحد. زي ما الناس كثيرا ما تتعلق بالأشياء التي فيها شبهات تبقى هي أحيانا حتى واضحة حتى أوضح من هذا، ويبقى يجادلون ويناقشون ويقول لا، ولأنهم يركنون إلى أهوائهم وإلى ما تحبه نفوسهم، ويعرضون عن الأمر الواضح النيّ الذي يدعو إليه العقل وتدعو إليه نصوص العامة للشريعة. فحتى هذه الآية بطبيعة الحال لم تفد تحريم الخمر. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ذكر القرآن الخمر نص عليها والميسر، وقال فيها منافع للناس، الناس كانوا يتجرون فيها ويتحصل منها على منافع، فلم ينكرها القرآن ويقول هذه منافع، لكن ذكر مقابل ذلك فيهما إثم كبير، فهناك منفع هناك إثم، وقال وإثمهما أكبر من نفعهما. ومع ذلك كثير من الصحابة يقولون نشربها من أجل أو نستعملها من أجل المنافع، ولكن الأشياء الأخرى الضارة لا نريدها. فزاد عمر: وسأل الله أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا. فصار بعض الناس يشربون، وبعضهم من كان يشرب ويصلي، فكان بعض المسلمين شرب الخمر وصلى إماما بالناس، فقرأ سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، بدلا يقول لا أعبد ما تعبدون، قال أعبد ما تعبدون، فالتبس الأمر على الناس، وأصبح الإنسان حتى القرآن لا يستطيع أن يقرأه ويحرفه. فالله عز وجل نزل سورة آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فانتهى الناس عن شرب الخمر في أوقات الصلاة، لكن في غير أوقات الصلاة قولهم ما في ما يدل على التحريم. عمر مرة أخرى سأل الله أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا. هذه كانت فاصلة. وهذه في سورة المائدة،
هذه الآية في سورة المائدة، ومعلومة أن سورة المائدة من آخر سور القرآن نزولا، هذا يبين لنا يعني حكمة الشرع، حكمة الله عز وجل في التدرج بالأحكام التي تكون فيها شدة وفيها صعوبة، كيف أنها تأخذ وقت طويل من أجل أن يألفها الناس حتى لا ينفروا منها ويخرجوا منها ويخرجوا عنها وتسبب لهم كراهية في الدين وكراهية الإسلام. وذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في الصحيح البخاري وغيره: لو نزل أول ما نزل القرآن الخمر حرام أو قال لو مترك الخمر لقالوا لن نتركها أبدا، لأن كانت الخمر هذه حياتهم، يعني ألفوها ويعيشون معها صباحا مساء ليل نهار، لو قيل لهم من أول الأمر أترك الخمر نهائيا ولم تأخذ هذه المراحل وهذا التدرج وهذا التنفير منها هذه المراحل لقالوا لا نتركها أبدا. الله عز وجل يريد من الناس الهداية، لا يريد أن زي ما يفعل بعض الناس يعني تشددا وغلوا وتعنتا، يعني يريد أن يقهر الناس ويجبرها عن شيء ربما بالإمكان أن تفيد فيه المراحل، بدل ما تطلب من الناس أمرا صارما قاطعا إما أن يأخذوه جملة أو يتركوه جملة فيخرجوا عن الطريق. وذلك صاحب الدعوة صاحب الشرع هذا لن يفرحه، هذا يسيئه، لأنه لا يحب الناس أن يضلوا وأن ينصرفوا على الحق، يريدهم أن يتمسكوا وأن يأتوا كل يوم خطوة، يزدادوا كل يوم يعني قربا من الحق. فإذا كان بالإمكان توصلهم هذا الحق وهذا الخير على مراحل جرعات جرعات، مثل الدواء، الجاهل والعاصي في غيه في ضلاله هو مريض، بالفعل هو مريض، لأن المرض ليس فقط مرض بدني بل هناك مرض قلبي وهو أشد وأخطر، ومرض نفسي. فالمريض مرض بدني أيا كان مرضه، حتى لو افترضنا أنه زكام أو الالتهاب خفيف ولا كذا، لو أخذت له علبة كاملة من المضاد الحيوي ولا من المسكن وقلت له خذها الآن جرعة واحدة عشان من اليوم يريدك أن تكون يعني قوة ونشاط وتذهب إلى العمل ونستفيد منك، تقتله يموت. فكذلك لو أنت طلبت من إنسان أحيانا أمرا وهو غير قادر على استيعابه جملة واحدة وتطلب منه إما أن يأخذه وإما أن يتركه فقد يتركه ويموت، لأن كما مات هناك بدنيا يموت هذا الإنسان، هذاك مات ذاك مات حسا وهذا مات معنا خلاص، لأنه موت الانصراف عن الشرع وعن الدين وعن الكفر ودخول الإلحاد والشبهات في القلب هذه موت. يعني فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس، هذا القرآن سماه موت. الجاهل والذي يعني يحيد عن الحق وعن الطريق ويذهب في غيه وفي ضلاله سماه القرآن ميتا، أفما كان ميتا فأحيناه، بماذا أحيا؟ أحيا قلبه بالشريعة وبالدين وبالهدى وبالقرآن. فمهمة الدعوة مهمة، ومهمة المسلمين ومن هم حريصون على إقامة الشرع وإقامة الدين مهمتهم أن يحرصوا على تقريب الناس وجمعهم على الحق وعلى الدين وعلى الشريعة لا تنفيرهم، ليس هذه مهمتهم. وذلك من يعمل أي شيء ينفر الناس به من الشريعة فعليه وزر وزر من عمل به إلى يوم القيامة، مثل ما نرى الآن يعني بعض الأشياء هي كثير من الأشياء يلصقونها ظلما ليست هي حقيقة، لأن الناس الآن في البلد وللأسف أصبحت هناك كل من لا يريد للبلد أن يستقر ويريد أن يري الناس أن ما فعلوه بعد إطاحة بالقذافي أنه خطأ وأنه كذا، يلصق بهذا الأمر كل نقيصة ويحاول أن يجمع كل الأطراف كل السلبيات لتحصل، سواء كانت من الإسلاميين من الذين يعني خرج عليهم الناس وكانوا من أنصار الظلم والطغيان، أو كانت من جماعات أخرى مستفيدة ضاعت عليها مصالحها، أو كانت من ناس ملاحدة لا يريدون إقامة الشرع ولا إقامة الدين، ها
هؤلاء كلهم كل واحد عنده سلبيات، يجمعون السلبيات هذه كلها، ولكن في النهاية لما تتجمع وتكثر يحصل بها ضرر كبير على الأمة والبلد، وربما تجلس على كل شيء. فلا نريد من الناس الذين ينتسبون الإسلام أن يستفيد منهم أعداء الإسلام، لأن إذا أنت باسم الحرص على الإسلام وباسم الحرص على إقامة الشريعة تقول أنا لا أعترف بالقوانين، لا أعترف بالحكومة، لا أعترف بكذا، في الواقع أنت أيها المسلم الحريص على الشريعة أصبحت عدوا للشريعة، لأنك تقدم خدمة مجانية لأعداء الشريعة. أعداء الشريعة ما الذي يريدونه؟ يريدون ألا يستقر الحكم في البلد، لأنهم يعلمون إذا استقر الحكم في البلد وأن هذه الثورة ما قامت إلا لإقامة الشرع والدين، وعندها أصحاب الشرع وأصحاب الدين سيتمكنون من إيصال رسالتهم إلى الأمة، رسالة الرحمة، ليست رسالة القتل ولا الاغتيالات ولا الظلم ولا القهر، لا، رسالة الرحمة، رسالة الإسلام سيوصلها إلى الناس. لكن هؤلاء لا يريدون رسالة الرحمة، لا يريدون رسالة الإسلام، يريدون رسالة الإلحادية العلمانية الليبرالية الشيطانية هي التي يريدونها أن تستقر. كيف يصلون إلى ذلك؟ هل لو إنسان رفع راية علمانية ولا ليبرالية ولا إلحاد ولا راية الشيطان هل يجد 10% من أهل البلد يتبعونه؟ لا أظن، قد يجد 10%، لكن لا أظن أنه يجد أكثر من ذلك. لكن عندما يضم هؤلاء الناس الذين ينتمون إلى الإسلام أصواتهم ويصيرهم من حيث لا يشعرون دعما رافدا قويا لهؤلاء الناس العلمانيين أو الليبراليين يدعمونهم من حيث لا يشعرون، كيف يصير دعمهم لهم؟ يكرهون الناس في الإسلام. لأن ما مهمة الشياطين؟ مهمة الشياطين أن يترك انطباع عند عامة الناس الذين ليس لهم اطلاع واسع وهمهم هم حياتهم ولم يقرأوا ولم يتمكنوا ولم ينظروا في مسائل الأمور وما وراءها. فهؤلاء الناس عندما يرون أن أعمال عنف وأعمال إرهاب وعدم اعتراف بالدولة وعدم اعتراف بالقانون وأن هذا كفر ولا كذا وينسخ بالإسلام وأهل الإسلام لا يتبرؤون منه، ما معنى هذا؟ معنى هذا يترك انطباع عند عامة الناس أن هذا هو الإسلام، وهذا ما يريده العلماني، وهذا ما يريده الليبرالي، وهذا ما يريده الملحد. يريد أن يلصق بالإسلام كل نقيصة بحيث الناس ينفرون وينفضون عن الدين، وبذلك بدل ما كان عندهم 10% ولا أقل يصل عندهم 70% و50% و60%. وهذا هو السبب في أنهم الآن يشيطنون كل ما هو منتمي للإسلام، سواء ناس من أنصار الشريعة، سواء إخوان، سواء كذا، ليس هم عندهم تفصيل ولا تدقيق ولا هي المسألة بحث ولا صبر ولا من هم من أنصار الشريعة من قال ذلك ومن هم من الإخوان من قال كذا، لا، هذا لا يبحثون عنه. قد يكون من أنصار الشريعة من هو متطرف وهذا ندينه ونرضى به ولا يعني ونطلب منه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، وإذا كان منهم من يقول الناس كفار أو يأخذون على القانون هذا نتبرأ منه ونطلب من الناس كلهم أن يتبرأوا منه، لأن هذا ليس من الدين. لكن هناك نسبة كبيرة من ينتمون إلى الإسلام سواء سموا أنفسهم أنصار الشريعة ولا سلفية ولا كذا، هم لا يدينون بهذا القول، لكن العدو يضعهم جميعا في سلة واحدة بحيث ينفرك منهم، ينفرك من كل شيء، من كل شيء فيه اسم الإسلام. وذلك يقول لكم، يقول للناس لسان حالي، يقول دمروهم، احرقوهم، اقتلوهم، هؤلاء ظلمة، هؤلاء يريدون أن يعملوا بالمجتمع ما يعملون ظلم، هم هؤلاء إرهاب. فهم يتلاقون مع أعداء الإسلام في هذا الطرح وهذا التوجه، ولكن يريد الناس أن ينتبهوا، يريد الناس أن يكونوا على وعي، أن يكونوا على بصيرة، أن يتبصروا في أمورهم، لأن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تميز الخبيث من الطيب، ليس هناك غبش الآن، كل إنسان عاقل ينظر ويتابع مهما كان مستواه التعليمي، يعرف من هم الحريصون على البلد، من هم الذين يريدون الاستقرار، سواء كانوا في الحكومة، سواء كانوا في المؤتمر الوطني، سواء كانوا من الثوار، سواء كان من عامة الناس. تميزت الصفوف الآن، عرف في الكتائب الآن من هو يريد الانقلاب،
ها نحن اليوم الآن سمعنا في هذا الصباح ما يجري في بنغازي. كيف هذا؟ كيف الناس يقبلون هذا؟ هل نرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ بعد أن خلص الله من الظلم ومن الكفر ومن الضلال ومن الاستبداد ومن القهر، يأتينا شخص بخمسين سيارة وستين سيارة يعني مأجورين لأي جهة من الجهات ويستعين بهذا وذاك، ثم بعد ذلك يصور الأمر لعامة الناس أنهم هؤلاء ضد الخارجين عن القانون، ضد الذين لا يريدون الدولة. هذا كذب، لا تسمعوا لهذا الكلام. الآن تبين لكم من يريد استقرار البلد ومن يريد الانقلاب. هناك جهات أعلنت انقلابها من شهور ولم ينجح ولم يفلحوا، ولكن أرى أن هذه الأيام الأخيرة صارت طبول الحرب تدق بفعل، بالفعل تدق بقوة الآن طبول الحرب ويمهد لها. فعلينا أن نتدبر ونتبصر. انظر إلى الأحداث في الأسبوع الماضي كيف هي، يعني تتزاحم كلها تصب في مصب واحد لتشويه الثورة والانقضاض عليها وعدم الاستقرار. انظر إلى الطوفان الجارف من الهجرة غير الشرعية اللي خلال الأسبوع الماضي يعني يمكن لا يقل عن 10,000 و15,000 في الأسبوع الماضي فقط، لفتحت لهم الأبواب من ليبيا وانطلقوا في البحار، منهم آلاف ماتوا غرقا. لكن لا يهم من الناس يموتون عندما يريد أن يصل إلى هدف خبيث ويعني يشوه الصورة تصويرا حقيقيا عمليا. لا يهمه البشر، لا يهمه من يموت، هو عند استعداد أن يقتل أهل ليبيا كلهم، لا يهم. مات عشرة، مات آلاف مسلمون وغير مسلمين، لكن غرض مات ألف، مات عشرة آلاف، مهم أصل إلى دعاية. دعاية، شوف دعاية، انظروا مدى التزوير ومدى الفساد ومدى الإجرام في القنوات الفضائية المجرمة الملحدة الضالة التي تمكن الآن من أمتنا ومن شعبنا وتصور لها الحق باطلا. فمن هذا القبيل انظر للهجرة هذه الآن لا مدى الأسبوع الماضي، يعني أعداد غير مسبوقة وغير عادية. انظروا إلى اختطاف الدبلوماسيين سواء كانوا من البلاد العربية ولا من غيرها، وهذا طبعا مؤشر خطير للقوى الدولية وللأمم المتحدة التي أيضا صارت تصعد في بياناتها وتشير عدم الاستقرار وتحويل المسائل إلى مجلس الأمن. انظروا للمؤتمرات التي تعقد الآن من الناس في ورشفانة وفي غيرها وباسم الحرص على الضعفاء وعلى الفقراء وعلى أهل تورغة وعلى أهل كذا، ويعملون هذا مثل قميص عثمان رضي الله تعالى عنه. نحن يعني موضوع تورغة لا يعلمون الدفاع عنه، موضوع تورغة يمكن تكلمت عنه وخاطبت الحكومة بخطابات قوية وصارمة من أواخر عام 2011. هم الآن في بياناتهم يلومون المفتي ويلومون الشعب الليبي ويتباكون ويقولون نحن ليبيا أمة واحدة ولا نريد الانقسام ولا نريد التفرقة، ويقع الظلم على الناس جميعا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليعاقب المجرم ولكن لا نرضى أبدا ولن نقبل، ويطالبون بجثمان القذافي وبجثمين الناس اللي ماتوا من كتائب القذافي، وأن هذا شيء يموتون دونه. أين نحن الآن؟ لكن يصورون هذا في صورة مطالب شرعية، مطالب بالمساواة ورفع الظلم على أهل تورغة وعلى النازحين في الجواليش والنازحين في العوينات والنازحين في أماكن أخرى. نحن نعم مع رفع الظلم على النازحين وعلى المهجرين وعلى كل من لم يجرم في حق هذه الأمة ولم يرتكب جريمة، وهذا لم نقله الآن بعد 3 سنوات. المفتي قاله من شهر ديسمبر 2011 وهو ينادي به، وهناك خطابات رسمية أكثر من 10 أو 20 خطاب موجهة إلى رؤساء الحكومة كلهم على التعاقب، سواء كان حكومة الكيب ولا حكومة زيدان. حكومة زيدان أرسلت له حتى مقترح عملي سهل التطبيق لكن أعرض عنه ولم يرد علي فيه. استشرنا بعض الشركات التركية
اللي هي الآن عنده قدرة على إنشاء مساكن جاهزة. قلت له العدالة الانتقالية نحن الآن صرنا عاجزين، ما عندك قضاء ولا عندك حكم ولا عندك يعني كذا يستطيع أن يطبق العدالة الانتقالية، لكن الواجب الشرعي الآن الذي لا يتحمل التأخير أن تعمل لهؤلاء الناس الذين يعيشون في المخيمات، يعيشون بأوضاع لا تليق حتى بالحيوان، لا تليق بالبشر. ذهبنا إليهم ولا شفنا اطلعنا على حياتهم، حياة تعيسة، حياة شقاء كامل، الرجال والنساء في دورات مياه واحدة ليس بها أبواب. خاطبناه بهذا الخطاب وكلمناه بهذه الصورة، واستشرنا بعض الشركات التركية وعرضنا عليهم كم يكلف البيت للأسرة، قالوا يكلف أكثر من 30,000 دينار. فحصلنا الأسر وقلنا عندك في طرابلس على سبيل المثال عندك كم أسرة؟ 300 أسرة، 400 أسرة، 1,000 نازح، 2,000 نازح. لما عملنا الحسبة وجدناها لا تتجاوز 200 مليون دينار ليبي. قلت له ماذا تساوي 200 مليون دينار ليبي تحفظ بها كرامة الناس في ميزانية الدولة صرفت فيها المليارات وخرجت منها ولم تبين لنا فيها شيء؟ انظر التآمر على الأمة، التآمر على الدولة، حكومات تأخذ الأموال وتصرفها والأشياء النافعة الناجحة التي لا تكلف الكثير يعرضون عنها، يعرضون عنها هكذا يعني غفلة ولا مجرد أن حدث هذا مصادفة؟ لا، أنا أصبحت الآن أضع علامة استفهام، لماذا هم يؤزمون هذه المسائل؟ يؤزمون مثل هذا اليوم الذي خرجت فيه قوات في بنغازي بقيادة حفتر أكثر من 50 سيارة، وهم الآن في قتال بالأسلحة الثقيلة، وللأسف انضم إليهم يعني انقلاب حقيقي الآن. لازم الناس ينتبهوا لما يجري الآن في بنغازي، لأنهم يريدون أن يعطوا ذريعة للأمم للدول أن تتدخل لحماية المدنيين كما فعلت في السابق. فالآن للأسف القاعدة الجوية في بنينا يعني تحركت مع حفتر وأصبحت طيارات عمودية تشتغل معه وطيارات مقاتلة تشتغل معه. فهذا إرهاص للانقلاب، ولا يغرنكم التصريحات من هنا وهناك. بعض الناس يصرحون الآن كأنهم يعني بعض من أعضاء المؤتمر الوطني المحسوبين على الفئة الأخرى التي يتناصر الباطل، كأنهم يصرح الواحد منهم كأنه ناطق رسمي باسم الانقلاب، ولكن يضعون السم في العسل مثل ما حصل في انقلاب مصر. احنا لابد ان يكون لنا عبرة وعظة لان نرى المشهد امامنا، ليس هناك شيء الان هو مخفي. لما صار انقلاب مصر ماذا قال رئيس الانقلاب؟ قال يدعو الى المساواة والى رد الحقوق والى الحكومة السابقة ظالمة، وقال إني لن أرشح وليس عندي طمع ولا عندي كذا وسأفعل كذا وعندي خريطة الطريق 1، 2، 3، 4. انظر الآن الكلام اللي قال ما تحقق منه. لما تحقق منه شيء، تحقق منه فتح السجون وتكميم الأفواه والقتل والاستبداد والقهر والترشيح الذي تبرع وقال لن أرشح. فعليكم أن تعتبروا يا أولي الألباب حتى من يخرج عليكم الآن ويضع السم في العسل ويقول أنا لا نريد شيئا وإنما نريد مصالحة وطنية ونريد الليبيين كلهم يعني شركاء في الوطن، هذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. الثوار عليهم أن ينتبهوا الآن انتباه حقيقي، وهذا تحذير خطير الآن. عليهم جميعا الحريصون على الدين والحريصون على الحق والحريصون على استقرار البلد أن يضعوا أيديهم على الزناد. يعني طبول الحرب دقت الآن، وعليكم أن تنتبهوا، وعلى الثوار أن يرجعوا إلى ثكناتهم وإلى طرق والميادين والبوابات ويضبطون الأمر ضبطا حقيقيا ليس فيه تساهلا، لأنه إذا فلت الزمام سوف لن يبقوا على أحد، لن يتركوا لا الأخضر ولا اليابس. صدر تصريح من المندوب المحدث المتحدث الرسمي باسم رأس الأركان، كان إلى حد كبير موفق، تبرع من هذه القوة التي خرجت في بنغازي وقال هؤلاء خارجون عن الشرعية.
لكن للأسف لم نسمع إلى حد الآن أحد من الحكومة نطق ببنت شفاه، لبس ببنت شفاه. فهذا أمر خطير الآن، إذا كان الحكومة هي غافلة الآن ولا لازالت نائمة، والمسؤولون في الدولة على مستوى الوزارة والحكومة والمؤتمر لا يزالون يعني نائمون، والبلد تقصف بالطائرات، متى ينتبهون؟ متى يستيقظون؟ فالأمر الذي أريده أريد أن أنبه إليه الناس، فلا يغرنكم ولا تغرنكم هذه الشعارات الآن التي تتباكى على النازحين في داخل البلاد وفي خارجها. نحن مع النازحين من أول يوم، ليس الآن، من حين أن هجروا من بلادهم. وخاطبنا وألقيت محاضرة في مصراتة بالذات يعني هذا الأمر عقب الأحداث مباشرة بعد منكم بشهر وبشهرين، وحملتهم مسؤولية مسؤوليتهم ولم أجاملهم. قلت لهم إذا كنتم ترجعوا إلى دين الله وإلى شرع الله، ربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا معكم، ما ارتكب ذنبا وارتكب جرما ويعني اعتدى على الحرمات أو على الدماء أو على حرمات الناس بأي صورة من الصور، هذا لابد أن يقتص منه إلا إذا عفى المجني عليه. أما ما عداهم من سعي الناس العقوبة الجماعية، قلت هذا لا يجوز ولا يحل ولا يمكن أن يقبل أبدا، وعليكم أن تتخلصوا منه، لأن هذه عصبية جاهلية وهذه حمية قبلية، تخلصوا منها إذا أردتم الأمن والاستقرار للبلد. لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقلت لهم أن هناك أناس ولدوا من آل تورغة بعد انتهاء الحرب صغار، ما ذنبهم؟ كيف يكون العقوبة؟ هذا كلام قلناه ليس الآن، قلناه من عام 2011 أو آخر 2011. الآن انظروا يتهم هذا الإفتاء بأن مفرط وأن تصف الشعب الليبي بأنه كذا وأنهم عملاء قطر وأنهم كذا ونحن مع أهل تورغة ونريد أن نفعل لأهل تورغة. أهل تورغة ماذا فعلتم لهم؟ كنتم في الحكومة، أنتم المسيطرون، قوى التحالف هي المسيطرة على المؤتمر. نقدر نتكلم هذا بصراحة، قوى التحالف هي المسيطرة على المؤتمر الوطني لتعيق سيره، وهي المسيطرة على الحكومة لأنهم الآن تبرعوا منها، يستغلون شغل الشياطين، شغل الأبالسة من جهة، هم الذين يشكلونها ويكونونها. علي زيدان كان في يوم من الأيام هو من ضمن التحالف، ثم بعد ذلك أعلن استقالته بالليل وبالنهار، صار مستقلا واختاروه وفرضوا عليه، وصار يعني يدور في فلكهم إلى آخر لحظة مع التحالف. انظر التحالف الآن قياداته في بر البلد، خارج البلد، ليست هنا من شهور لا يتوعي البلد، ولكنهم يديرون هذه المكائد وهذه المؤامرات. قناة الدولية بالتأكيد يتابع لهم، الناس كلها تعرف هذا. الآن هي تنقل نقل مباشر لهذا الانقلاب في بنغازي، ما في قناة سمعت بهذا الأمر. الدولية هي مصاحبة تنقل نقل مباشر، إذا الناس عرفوا الآن من هو مع الدولة ومن هو مع الحكومة ومع الاستقرار ومن هو ضد الاستقرار، على الناس أن ينتبهوا. لا يغرنك هذا الدجل وهذا الكذب وهذا كذا، وأنهم يريدون الحرية ويريدون التنمية، هم يريدون تدمير البلد، يريدون إفساد الخلق، إفساد الأخلاق، إفساد الأخلاق، إفساد الدين، يعني إثارة الفتن بهذه القنوات الموجودة الآن. انظروا القنوات الدولية وليبيا أول وكذا، هل تسمعون منها خيرا؟ هل سمعتم منها يوما خيرا؟ هي تنقل الآن نقل مباشر ما يجري في بنغازي من انقلاب. رئاسة الأركان صدر منها بيان بالناطق الرسمي، يعني نشكره لأنه ما في حد تكلم غيرهم، قالوا من الذين الآن خرجوا بنغازي ليست لهم شرعية ولا هم تابعين لأسلاك ولا تابعين للجيش. هذا أضعف الإيمان، هذا أقل ما يجب. صحيح هي عاجزة، كان المفروض مش هذا فقط، ليس أن تتبرى منهم، بل ترسل قواتها، يفترض أن ترسل قواتها وتوقف هؤلاء الناس عن حدهم، لأن هناك ناس آمنون، ناس مدنيون، ناس كذا، يعني يدمرون الآن ويقصفون، قد تترتب على ذلك ضحايا وأموات، وترتب على ذلك أيضا تطور الأمور وإفسادها وبث الفوضى ونشر الرعب. في كان المفروض كان عندها قوة تحجم هؤلاء الناس وتمنحهم من استعمال الطائرات، خارجوا بالطائرات وخارجوا بالطائرات عمودية وبغيرها. لكن أين دور الحكومة؟ أين باقي الحكومة؟ لم تتكلم بشيء إلى حد الآن، ما موقفهم؟ نحن مررنا بتجارب شبيهة لهذا في سبها مثلا،
بقيت القتال والخارجون عن القانون وعن الدولة وأنصار النظام السابق يقاتلون في سبا لمدة أسبوع تقريبا حتى الحكومة استيقظت ولم تجد في جعبتها شيئا، كل من استنفرته لم ينفر ولم تجد شيء لا في جيش ولا في شرطة. هذه الألفاظ التي تأتي بها أصبحت ألفاظ للتجارة بحيث لإسكات خصومهم فقط يتكلمون بهذه الأسماء وهم لا يعني ليس عندهم منها شيء على الإطلاق، يسحبون بها الميزانيات ويأخذون الأموال باسمها بالمليارات، وفي النهاية عندما يجد الجد لا تجد المصانع، يخرج كتيبة واحدة يعول عليها تخمد مثل هذا الخروج الآن في بنغازي أو تخمد ما حدث في سبا، حتى هب الناس الثوار وذهبوا إلى سبا والحكومة بعد ذلك وضعت نفسها في مازق وصارت تتبنى تنادي الثوار، الثوار تناديهم بأين الشرطة وأين الرجل يتكلم عنهم، وأنتم دمرتم الثوار في بنغازي، أنتم الذين دمرتوهم، يا إعلام يا قنوات معروفة بأسمائها سلطت المجرمين والمفسدين على القنوات على المعسكرات، معسكرات الثوار المجاهد المقاتل التي تاريخها مشرف تاريخ جهاد، حطمتهم وقتلتهم وأحبطتهم بحيث تكسر نفوسهم ويصورون أمام العامة أن هؤلاء أنهم مجرمون خارجون على القانون، يصورونهم عدوانا وظلما، وهم في الواقع عندما كان بيدهم الأمر وبزناب الأمر في أيديهم كان بنغازي محمية في مستشفياتها في أمنها في طرقها في طرقها. انظر بنغازي الآن وانظرها قبل عامين، انظرها كيف هي عندما كانت في يد التوار كيف كانت، وانظرها الآن عندما حولوها وقتلوا التوار وانتهكوا حرماتهم وقتلوهم واعتدوا عليهم ظلما وعدوانا بإعلانهم الفاسد الفاجر. انظر بنغازي الآن من يدفع الثمن؟ يدفعه الناس الذين ساقوهم سوق الأنعام، هكذا قالوا لهم هؤلاء الناس يعني خارجين على القانون، هؤلاء يعني أصحاب علو أصحاب تطرف لا يريدون الدولة، أخلطوا الصالح بالطالح خلطوا الصالح بالطالح والحابل بالنابل بحيث كره الناس في شيء اسمه إسلام. على الناس أن يميزوا الخبيث من الطيب، ونحن ضد أي إنسان خارج عن القانون أي كان اسمه بأي صورة تسمى، سمى نفسه باسم إسلاميين باسم مجرمين باسم فاسدين، كثير نسبة كبيرة من الجرائم يلصقون بها الإسلام ظلما وعدوانا، خريجي سجون حكومة تغض النظر عن خريجي السجون، من الكويت فقط خرج أكثر من 1000 سجين مجرم بث في بنغازي، والحكومة تتفرغ وزير العدل يصرح من يساءل الآن لأن الموت هذا في رقبته والموت هو للناس، يقول لا لم نستطيع أن نفعل شيء لأن رأينا لو استعملنا معهم القوة يكون يموت هناك ناس كثيرون. طيب لما أنت تحرص على حياة المجرم ما موقفك من حياة البريء اللي يموت وأنت تتفرج في المجرم الذي أطلقت سلاحه ولم تعمل على إيقافه في حده، ويعني أطلقتهم مجرمين بأعداد كبيرة بالألاف الآن في بنغازي وفي غيرها يقتلون. لا أنبئكم ليس اللي يحصل كل زمان يزعمون أنه من أنصار الإسلام بل قد يكون منه هذا والله أعلم، لكن معظمه وأكثره مسؤول عنه الدولة، مسؤول عنه مسؤولين مباشرة لأنها أخذت الميزانيات ولم تفرض الأمن، مسؤولين مباشرة أنها غضت النظر عن خارجين من السجون وهؤلاء مجرمون ومحترفون جريمة، ويسهم شراء ذممهم كل من عنده مال من النظام السابق أو من بمن يريد أن يتحالف معه على عدم استقرار الدولة يعطيه المال، يجندونهم بأثمان زهيدة بعشرين دينار يحطه في الطريق وفي بوابة ويتلصص ويعتدي ويخطف ويقتل ويقول أنت عندك 4 ساعات أو بعشرين دينار. هذا ما فعله المجرمون في مصر لانقلاب على ثورة مصر، والآن يريدون أن يعيدوه في بلادنا، فعلى الناس أن ينتبهوا وعلى الدولة أن تنتبه وتتحمل مسؤوليتها قبل فوات الأوان، لأن ربما نشاهد الآن سكوت عند خروج المجرمين والانقلابيين
وعندما يكون زمام المبادرة نسأل الله أن يجنب البلاد الفتنة ويجمع كلمتهم وينصر أهل الحق والدين ويهديهم من الصواب ويثبتهم، نخشى أن عندما يكون الأمر بزمام أهل الحق هناك تتدخل الدولة تقول لا وقفوا كل شيء. كيف نوقف كل شيء؟ لماذا لم توقف العدوان أنت الآن؟ الآن على الناس الثوار الحقيقيين، على الثوار الحقيقيين أن يتنادوا في مدن ليبيا كلها ابتداء من تاجورة، من سوق الجمعة، من طرابلس، من غيرها، ويعملوا بوابات شديدة مثل بوابات في وقت القتال مع القذافي، بوابات محكمة فيها تفتيش وفيها ضبط وربط واستعداد، لأن القادم قد يكون خطيرا، وإذا فلت الزمام فبعد ذلك بلاد لن ينجو أحد. فإذا أظهروا القوة وأظهروا العزيمة ورجعوا إلى السلاح وضبطوا الأمور بالحق وبالعدل، فالأمور كلها ستختفي وسينتهي، وحتى الدول التي الآن ربما تحضر لتدخل أو تعمل أي شيء، لأن الآن نسمع في جيوش من أمريكا مستعدة في قبرص، والجيوش في إيطاليا، والجيوش في كذا، والجيوش في فرنسا، في موريتانيا، هذا كله الآن تديره وكالة الإعلام. كان كما قلت لكم طبول الحرب تدق، تبدأ من الداخل ثم بعد ذلك تكمل من الخارج. ولذلك الآن واجب الوقت والواجب الشرعي على الثوار يرجعوا إلى السلاح وأيديهم على الزناد لحفظ الأمن، بوابات شديدة صارمة في كل أنحاء ليبيا حتى توضع الأمور في نصابها، ويتبين هؤلاء المجرمون الذين خرجوا الآن على الدولة ويريدون انتهاك حرماتها وقتل المسلمين وقتل الأبرياء، لازم أن يؤخذ إلى القانون وإلى العدل ليطبق عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلاد الفتن ويهدينا إلى الصواب ويثبتنا عليه ووفقنا إلى الحق وأن يحقن دماءنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله أهدى السبل منهجا وفتح به في كل شدة مخرجا وخلص به من كل كربة فرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق الذي أنزل الحق، قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، من أنزل عليه القرآن وأفضل من نطق بالبيان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأعيان، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أيها الأحباب، لقد كرم الله أمتنا ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي العربي من أرسله الله رحمة للعالمين. ومن المعروف أن لكل نبي معجزة، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو كلام الله المنزل على سيدنا رسول الله المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذه المعجزة الخالدة والهداية التامة للناس أجمعين تكفل الله بحفظه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام. ومما زاد أمتنا تشريفا أنه نزل بلغة العرب، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، إنه كتاب الله تحدى به المنكرين، فلم يستطيعوا بأن يأتوا حتى بسورة من مثله، وأقل السور كما هو معلوم ثلاث آيات. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن القرآن غذاء العقول ومصدر الأنوار الإلهية وطريق الهداية ومنبع السعادة، من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. هو الفصل وليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من عمل به أجر ومن حكم به عدل. ففي القرآن أمثال وعبر لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها. بين الله فيه الواجبات من الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. خاطب به أولياءه ففهموا، وبين فيه مراده فعلموا. فقراء القرآن حملة كتاب الله المكنون، وهم أهل الله وخاصته، كما أخبر بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين. أي عباد الله، إن الاشتغال بكتاب الله من أفضل العبادات ومن أعظم القربات، وكيف لا وفي كل حرف منه عشر حسنات. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففضل كتاب الله عظيم، وخيره عميم، وصاحبه إن عمل به صاحب قلب سليم. وفضائل كتاب الله كثيرة، منها أن المتعهد لكتاب الله والعامل به يعتبر من أهل الله وخاصته، ومنها أن تالي القرآن حق تلاوته في تجارة مع الله سبحانه وتعالى. ومن فضائله أيضا أن القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ومن فضائله أيضا أن صاحب القرآن مكانه في الجنة عند آخر آية يقرأها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن الفضائل أيضا أن صاحب القرآن يلبس يوم القيامة تاجا من نور، وليس هو فقط بل حتى والداه يلبسان هذا التاج ويستغربان، ويقال: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: هذا بما حفظ ابنكما القرآن. فيا سبحان الله، ما أعظم هذا الفضل، ويا لهذا الامتنان. سبحان من وصف نفسه بذي الفضل والإحسان. سبحانك يا رب، تمن علينا ونجحد وتعطينا أيها الأحباب، من المعلوم أن العطلة الصيفية قد بدأت، ولا شك بأن قضاء العطلة في رحاب كتاب الله من أفضل الأعمال وأبركها. كثير من الآباء اليوم حريص على أن يدخل أبناءه دورات تدريبية كالإنجليزي والكمبيوتر وغيرها، وهذا حسن لا شيء فيه، ولكن هذا لا يعني أن نهمل أصل العلوم والمعارف. فالقرآن أصلها، وفيه خيري الدنيا والآخرة. إن الناظر لحال زوايانا اليوم ليئن ألما وحزنا لما يراه من نقصان طلبة القرآن.
لا يليق ببلد المليون حافظ أن تحبط عزائمها. فكثير من المشايخ اليوم فكثير من مشايخ تدريس القرآن اليوم يشتكي من ضعف الإقبال على تعلمه، وهذا مؤشر خطير علينا استدراكه. فهذه البلاد مباركة ببركة القرآن فيها، وإن أهملناه فلا نأمن مكر الله. علينا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى تحفيظ أبنائنا كتاب الله حتى لا ينقطع هذا الحبل. فالفترة الصيفية فرصة لتعليم أبنائنا كتاب الله، وليست الفترة الصيفية فقط، بل المفروض أن يداوم على حفظ كتاب الله طوال العام. بعض الآباء يقول إن ذهاب ابني لقراءة القرآن قد يعيقه عن المذاكرة. نقول له أنت مخطئ في تفكيرك هذا، بل إن مفتاح التوفيق والسعادة هو في كتاب الله، والنماذج كثيرة. فنرى الأطباء والمهندسين وغيرهم يحفظون كتاب الله، بل وتجدهم متفوقين حتى في دراستهم. فالاحتجاج بالدراسة حجة واهية، فالقرآن هو منبع السر والتوفيق. واسألوا المهندسين والأطباء وغيرهم الذين حفظوا كيف كانت حياتهم وكيف كانت دراستهم وهم يتلون كتاب الله. فيا أولياء الأمور، يا من استأمنكم الله على هذه الذرية، بادروا بإرسال أبنائكم إلى زوايا تحفيظ كتاب الله. عمروا بيوتكم بحفاظ كتاب الله حتى تنالوا فضله الذي لا تنتهي خزائنه ولا تنقضي. فأين المقبلون على كتاب الله؟ أين الطالبون لأعلى الجنان؟ أين الراجون في يوم القيامة الأمان؟ من يريد أن يكون من أهل الله فها هو كتاب الله بين أيدينا لنتعهده ولنتدبره. واعلموا أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب والعياذ بالله. فهلموا لنقبل على كتاب الله، وعلموا أبناءكم كتاب الله، واعلموا أن الخير في حفظ كتاب الله وتحفيظه، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال: صدق رسول الله فيما قال، وصدق حبيب الله الملك المتعال: ألا إن أحسن ما نطق به اللسان وسمعته الآذان كلام ربنا العزيز الرحمن. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. صلى الله عليك يا عدنان، يا مصطفى، يا صفوة الرحمن، أنت الذي سميت في القرآن أحمد ومكتوب على الجنان. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وازنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بادروا بإرسال أبنائكم إلى زوايا تحفيظ القرآن الكريم حتى تنالوا خيري الدنيا والآخرة. أيضا نصيحتي لأولياء الأمور أيضا أن يدخلوا حتى
أن يدخلوا في زوايا تحفيظ القرآن وأن يتدبروا القرآن ولا يشتغلوا بهذه الدنيا الفانية. فهنيئا لمن كانت الدنيا في يده لا في قلبه. أيضا أوصي إخواني الشباب الذين أجدهم في الطرقات وفي الزوايا أن يذهبوا إلى زوايا تحفيظ كتاب الله، فهو فيه خيري الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يخص هذه الطائفة بأنهم من أهله وخاصته. نسأل الله العلي العظيم والعرش العظيم أن يجعلنا من أهله وخاصته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ومن علينا بالأمان بركة القرآن. اللهم يا رباه يا غوثاه يا الله، لا تجعلنا ممن أهواه هواه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا إلا إليك، وأغننا ولا تفقرنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين. اللهم يا حفيظ احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين. اللهم يا سلام سلمنا وسلم المسلمين من كل شر. اللهم يا لطيفا بالورى لطفا وسيعا، بلطف منك أدركنا سريعا. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد، اللهم الطف بأمة نبيك محمد، اللهم الطف بأمة رسولك محمد يا رب العالمين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن السلب بعض العطاء ومن جفاء الأصدقاء ومن خيبة الرجاء. واسلكنا يا رب في سفينة النجاة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا مولا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اتعنا بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وسهلنا الحج في هذا العام وكل عام يا رب العالمين. اللهم بفضلك عمنا واكفنا شر ما أهمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ثلاث نقاط أدعو نفسي وأدعوكم إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، في الأسحار وفي الخلوات، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يجنب البلاد الفتن، وأن يأخذ على أيدي الفجار والأشرار ويحفظها من كيد الكائدين وشر الأشرار، وأن يشغلهم في أنفسهم ويصرف أذاهم عنا. الأمر الثاني، كما قلت لكم، على جميع الثوار الآن أن ينصبوا البوابات في أنحاء ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، من طبرق إلى رأس جدير، إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الغرب. ولكن أحذرهم وأنبههم على ألا يأخذوا أحدا بالهوية، عليهم أن يتقوا الله في هذا الأمر، فإن في كل قبيلة وفي كل قرية وفي كل مدينة ناسا صالحين وناسا سيئين، فحرام عليكم أن تأخذوا أحدا لأنه من قبيلة فلان أو من منطقة فلان. نحن جميع قبائل ليبيا وأهالي ليبيا أمامنا على حد سواء، سواء كان من سرت، من ورشفانة، من القذالفة، من ورفلة، من تجورة، من مصراتة، من الزنتان، من طبرق، من راس جدير، من غاث، من الكفرة، من سبها، من أي مكان.
الناس كلهم عندنا على حد سواء، ولا تمييز بينهم ولا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأحذر أي أحد في بوابة يأخذ أحد على الهوية لأنه من ورشفانة وإلا من تورغة وإلا من الزنتان وإلا من تجورة وإلا من كذا، أحذره بسوء الميتة، سوء العاقبة، فإنه لا يموت شهيدا ولا يموت ميتة المسلمين، بل يموت ميتة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث الصحيح: من ينتصر لعصبية أو يغضب لعصبية فمات فميتة جاهلية. هذا حديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم. على الثوار أن يتقوا الله في هذه المسألة وأن يقوموا بالعدل، يعني يحفظ الأمن حفظا حقيقيا. من مات وخرج لأداء كلمة الحق والدين، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من هو الشهيد. من مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الذي يموت شهيدا. أما من مات من أجل أن ينتصر لقبيلة أو لجهة أو لأنه من تجورة أو من سوق الجمعة ضد فلان لأنه من مصرات أو من الزنتان أو من ورشفانة، فهذا ميتته ميتة جاهلية. عليكم أن تتقوا الله في هذه المسألة وتحافظوا على هذا الأمر حفظا دقيقا، لأنه إذا بدأنا في الظلم فلن ينصر الله وسيتخلى عنا ويتركها لأنفسنا، وحينها تكون الطامة. الأمر الثالث النقطة الأخيرة: المؤتمر الوطني عند جلسة يوم الأحد القادم من أجل 3-4 أشياء وينتهي عمله. فالناس المصلحون والناس الوطنيون في البلد يجب أن يحرصوا على أن تتم هذه الجلسة، لأنه إذا تم فيها اعتماد الحكومة وتم فيها الميزانية للحكومة، هو بعد ذلك سوف لن يكون له دور، سيبدأ الانتخابات، وهذا الذي يطلبه. إن كان الناس الخارجون عن المؤتمر الوطني قصدهم الإصلاح وقصدهم الحق، هذا المؤتمر يريد أن يخرج. لكن هناك أناس مخربون لا يريدون المؤتمر أن يعقد جلسته، حتى لا تكون ميزانية، حتى لا تكون حكومة، حتى تبقى الفوضى، حتى الناس يترون ويهوج ويصير هرج ومرض، ولن تقوم الدولة قائمة حتى تفسد الأمور كلها. وذلك أهيب بكل الثوار أيضا أن يهبوا لحماية المؤتمر من المخربين، لأن سيكون هناك مخربون لا يريدون المؤتمر أن يعطي هذه الأشياء. هو ليس أمامه مهام أسبوع واحد ينتهي المهمة خلاص ويذهب على حالة، لأن انتخابات البرلمان بدأت وبدأ الترشيح لها وبدأ الناخبين يسجلون. هناك 3-4 استحقاقات يعملها في هذا الأسبوع القادم في جلساته مكنوه من ذلك. أما من لا يمكنه بدعوة ديمقراطية يكذبون عليكم، يقولون هذا انتخابات غير ديمقراطية لا نريد، ويقولون هذا شيء لمآرب أخرى وكذا. هم في الواقع لا يريدون ذلك، لا يريدون ديمقراطية ولا يريدون حق، وإنما يريدون أن يخربوا حتى المؤتمر لا ينعقد وتبقى البلد فوضى. وذلك على الثوار أن يحافظوا وأن يحموا المؤتمر حتى يكمل مهمته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي البلاد ويجمع الكلمة ويحقن الدماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.